الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وهو صانع الحوزات العلمية في القرون المتأخرة. يعني هذه الحوزات العلمية كل ما فيها من البركات كما يقول بعض المحللين تبدأ بهذا النحو وبهذا الأسلوب من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. توفي الشيخ، الآن المرجعية العليا تنتقل إلى شخص آخر، يجتمع مجموعة، من يخلف الشيخ؟ طبعا ماكو فرض، ماكو إرغام، التقليد حر. هذا هو الفرق بين الحكم الديني والحكم الدنيوي. الحكم الدنيوي تقبل أو ما تقبل، لازم تقبل، ولكن الحكم الديني أنت بكيفك، أنت حر، ماكو هنالك فرض عليك. ولكن العلماء يبينون وجهة نظرهم في هذه القضايا باعتبارهم أهل خبرة في هذه القضية. تعرض الرئاسة العليا الدينية في ذلك الوقت على المجدد الكبير السيد محمد حسن الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، وتعرض على المرزا حبيب الله الرشتي. المرزا حبيب الله الرشتي بطل من أبطال العلم، وعند كتاب في الحوزات العلمية البدائع من أعمق ما كتب في الأصول، حقيقة بطل من الناحية العلمية. شيخنا الشيخ مرزا حبيب الله الرشتي، هل تقبل هذه الرئاسة؟ هنا يأتي دور الإمام. لا، أنا أجد في نفسي الكفاءة أصبح رئيسا، لا أجد في نفسي الكفاءة لا أصبح رئيسا، أحدد هذه الشهوة، هنالك شخص آخر فليكن هنالك شخص آخر. قال المرزا حبيب الله الرشتي، راجعوا كتب الرجال، أنا ما أقبل، لا أريد. ليش شيخنا؟ قال حرام من الناحية الشرعية أن أصبح رئيسا، حرام. شلون الربا حرام؟ أنا أصبح رئيس هذا حرام، أنا أصبح مرجع هذا حرام. قالوا لي ليش شيخنا؟ قال لأني لا أجد في نفسي القدرة على إدارة شؤون الشيعة في العالم. هذا مو فقط بطولة فكرية، بطولة علمية، هذه هي البطولة الحقيقية. يقول ما أريد، خذوها أبعدوها عني، لأن لا أجد في نفسي الكفاءة على إدارة شؤون الأمة في العالم. هذه هي البطولة. عرضت المرجعية على المجدد رحمة الله تعالى عليه صاحب قضية التنباك، فأخذ يبكي وقال إنني لم أفكر يوما من الأيام في هذا المنصب وفي هذا المقام، ولكن قالوا له سيدنا واجب عيني عليك أن تقبل، لأن ماكو واحد آخر غيرك. فتقبلها مرغما وهو يبكي. لاحظ، رجل يقتل الملايين لزعامة 4 أيام، ولكن رجل آخر بكل سهولة، ماكو صعوبة على المؤمن، مو شهوة الدينار والدرهم وشهوة الجنس والمرأة والرجل، هذه شهوات كلش هابطة. الشهوات المؤثرة المتحكمة بكل سهولة يتخلى عنها المؤمن. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، في مضمون الآية الكريمة الشيطان ما إلى سلطان. النفوس الضعيفة هي التي تخضع لإيحاء الشيطان، هي التي تقع تحت ضغط هذه القوى، ولكن المؤمن بإيمانه بقوته يتحدى هذه الأشياء بالاتكال على الله سبحانه وتعالى طبعا.